مساء الخير، عندي عدد كبير من الأسئلة تتعلق بدور الإمارات في اليمن، آخرهم كان من صديقنا اللي بيوقع باسم تعبت وأنا أصحح لكم الإملاء، وصديقنا الدائم الأستاذ أمين. والحقيقة علشان نفهم دور الإمارات في اليمن محتاجين نوسع الصورة شوية بحيث نفهم نظرة الإمارات لنفسها سياسيا واقتصاديا وعسكريا. ده يساعدنا في إن احنا نفهم دورها في اليمن ودورها في سوريا وموقفها أو صدامها بتركيا وقطر ودورها المتعاظم في البحر الأحمر ومنطقة القرن الإفريقي. واقع الأمر إنه الإمارات بتعتبر نفسها دولة علمانية سياسيا وليبرالية اقتصاديا، وبالتالي هي بتعتبر إيران خطر على أمنها وخطر على كل دول المنطقة، خصوصا أنها تحتل 3 جزر من أراضيها، لكنه خطر في المرتبة الثانية بعد صعود الجماعات الإسلامية المتطرفة سواء سنية أو شيعية، على عكس السعودية اللي بتشوف أنه بتعرف نفسها على أنها دولة سنية بل زعيمة للعالم السني، وبالتالي هي بتشوف الجماعات الإسلامية جماعات الإسلام السياسي المختلفة خطر عليها، لكنه خطر في المرحلة أو في الدرجة الثانية بعد الخطر اللي بتمثله إيران الشيعية وكل الجماعات الشيعية اللي بتدعمها. بنفس الفكرة دي البلدين لما دخلوا اليمن في 26 مارس 2015، طبعا البلدين كان عندهم هاجس من اندلاع الفوضى في اليمن وده بيمثل خطر على كل دول المنطقة، لكن بعد مرور فترة من الصراع اللي مر عليه أكتر من 3 سنوات دلوقتي بدت إن أولويات البلدين في اليمن مختلفة باختلاف توجهاتهم اللي أنا أوضحتها لحضراتكم. فالسعودية بتركز بشكل رئيس على الحوثيين باعتبار إن هي بتراهم امتداد للنفوذ الإيراني في جنوبها، وبالتالي هي بتستهدف الحوثيين وبتستهدف أي جماعة حتى وإن لم تكن من جماعات الإسلام السياسي أو من الجماعات المعروف عنها إن هي امتداد مباشر لإيران زي حزب المؤتمر مثلا بزعامة رئيسه المغتال علي عبد الله صالح، فبتستهدف كل ما يمثل أو يعتبر امتداد للنفوذ الإيراني في اليمن. الإمارات موقفها مختلف، وهي بتعتقد هي لا غير مقتنعة بالرئيس اليمني عبد ربه منصور، وبتعتقد انه الرجل غير فعال وانه الحقيقة لايبيليتي او يعني عبء عليهم، وهي بتدعم جماعات اخرى تعتقد ان هي قادرة على تحقيق اهدافها او الاستقرار في اليمن. من وجهة نظرها الخطر الاساسي في اليمن ليس الحوثيين، هم خطر، ولكن الخطر الأكبر بيتمثل في جماعات القاعدة، أعضاء القاعدة المنتشرين في عدد من المدن اليمنية، وبيتمثل في حركة الإصلاح بين قوسين اللي هو جماعة الإخوان المسلمين في اليمن اللي هم اللي بتدعمهم الحقيقة السعودية باعتبارهم من أنصار يعني الرئيس اليمني، وبالتالي فهي بتدعمهم باعتبار أن الاتنين بيمثلوا جبهة مضادة إلى الحوثيين. الإماراتيين بيختلفوا في الرؤية وبيعتقدوا أن حركة الإصلاح خطر أكبر من الحوثيين، وأنه وكذلك طبعا القاعدة، وأنه يجب أن احنا ندور على بديل آخر. كانت وظلت ترى أنه الرئيس علي صالح كان هو البديل الأفضل وأن احنا ممكن نمد إليه الجسور لأنه رجل برجماتي يمكن التفاهم معاه ومش هيدير اليمن على أساس طائفي. لما قتل الرئيس علي صالح هي سعت ان هي تجد بدائل اخرى له من اسرته، وبالتالي بتستضيف على ارضها عدد من قادة اسرته او من اسرته ومن قادة حزب المؤتمر، املا في ان هي يكون عندها بديل اخر لعلي صالح. الخلاف ده بيوصل احيانا الى حد الاشتباك العسكري زي ما حصل من عدة شهور في عدن، كانت السعودية بتدعم جماعات، الجماعات دي مشتبكة مع جماعات تدعمها الإمارات، وأظن تحديدا في عدن. يعني
الخلافات موجودة والبلدين بيحاولوا طبعا طوال الوقت في تواصل مستمر، فالخلافات موجودة وهم بيحاولوا يتجاوزوها. الحقيقة مش هي دي المشكلة الرئيسة اللي تخلينا نفسر سلوك الإمارات في اليمن، لأنه الإمارات عندها دوافع أخرى خلاف يعني خلاف الاختلاف الأيديولوجي عن السعودية. الإمارات بلد عندها قناعة أنه أو عندها اهتمام شديد جدا اقتصاديا بما يعرف بالبلو إيكونومي أو الاقتصاد الأزرق. الاقتصاد الأزرق هو الاقتصاد اللي بيقوم على المياه المحيطات والبحار وبالتالي الموانئ، وبتعتبر ان ده جزء اساسي من انتعاشها الاقتصادي، ان هي تأمن موانئها الخاصة بها زي ميناء جبل علي او الموانئ التي تديرها من خلال شركة موانئ دبي اللي بتدير حوالي 60 ميناء حول العالم، او تحافظ على امن الشرايين او الملاحة البحرية في مناطق نفوذها واهتمامها، وتحديدا منطقة غرب المحيط الهندي، يعني بتتكلم على الخليج العربي، الخليج عدن، البحر الاحمر، وطبعا بحر العرب. ده بيمثل اهمية كبيرة ليها علشان تحافظ على هذه المنطقة الحيوية اللي بتمثل أهم عوامل استمرارها كمنطقة هب، يعني مركز تبادل تجاري ومركز تجاري مهم بيربط الشرق بالغرب ويضيف كتير للاقتصاد الإماراتي. بتحاول إن هي تسيطر على الأكبر عدد ممكن من الموانئ والملاحة، شرايين الملاحة. عشان كده ده يفسر لنا إصرار الإمارات على السيطرة والتواجد في منطقة ميناء عدن، باعتبار أنه ده جزء مهم جدا لاقتصادها. وده بيفسر لنا طبعا هي حاولت قبل كده يعني من عدة سنوات أن هي تحصل على حق إدارة الميناء لـ30 سنة، وبعد أقل من 4 سنوات فسخت الحكومة اليمنية العقد، وده كان أحد أسباب الخلاف وأحد نقاط المرارة بالنسبة للإماراتيين. لكن في كل الأحوال هي بتسعى وسوف تسعى إما لإدارة الميناء باتفاق مع الحكومة الإماراتية اليمنية الموجودة، أو من خلال التواجد من خلال قوى موالية ليها، لأنه يصعب أن هي تترك ميناء عدن من وجهة نظرها. هي تريد أن تشعر بالطمأنينة على أكبر عدد على ميناء على البحر الأحمر بصفة عامة، وطبعا على مضيق باب المندب. كل الأمور دي شديدة الحيوية لاقتصادها. وبنفس المنطق وبنفس السبب هي حريصة على وجود أكبر عدد ممكن من التواجد، إما العسكري المباشر زي ما هي موجودة في أريتريا، أو من خلال إدارة الموانئ زي ما حصل مثلا في الصومال، أو من خلال التواجد في دول أخرى في شرق أفريقيا زي ساعة مثلا في جيبوتي. الفكرة باختصار بيمثل لها الاهتمام بالموانئ البحرية سواء كان في عدن أو في جيبوتي أو في إريتريا أو في الصومال أو في باقي دول شرق أفريقيا، أن وجود الإمارات في هذه الدول بيضمن لها نفوذ كبير وسيطرة على المجاري والموانئ الملاحية اللي بتمثل أحد أعصاب أو أحد الموارد الأساسية للاقتصاد الإماراتي. حاجة تانية إن بتعتقد إنه بالإضافة إلى المسألة الأمنية يعني والتجارة، هناك أرض بكر ما زال يمكن أن تبحث فيها عن حقول غاز، ما زال قادرة على إنها توفر لها كتير من مواردها الغذائية، باعتبار إن هي أرض مش ممكن يعني تعتمد على مواردها الغذائية الذاتية في البلد الصغير القاحل اللي كله صحراء. وبالتالي هي شديدة الاهتمام بهذه الدول، وبالتالي شديدة الاهتمام بالتواجد إما بالقوى العسكرية المباشرة أو بالقوى الناعمة من خلال العلاقات والمساعدات الكبيرة اللي بتعملها لدول القرن الإفريقي أو لكل دول الجزر اللي موجودة في منطقة المحيط الهندي والمحيطة بها. ده تصور دولة الإمارات عن نفسها. بالمناسبة جزء من التصور لما يكون عندها التصور ده وراغبة في أنها تحمي الشبكة الكبيرة جدا دي من المصالح الاقتصادية والمصالح السياسية، كان يقتدي أن هي تغير من رؤيتها ومن إمكانياتها العسكرية.
الإمارات زي كل دول الخليج ابتدت تشعر بالقلق الشديد على أمنها بداية من غزو العراق للكويت في التسعينات، ثم زادت المسألة تدريجيا بعد ثورات الربيع العربي، وزادت المسألة أكثر مع إصرار الرئيس الأمريكي باراك أوباما على انتهاج منهج يقوم على التخفف من التزاماته تجاه حماية دول الخليج بنسبة 100%. وشعروا بالقلق أكثر من اتباعه سياستين: التقارب مع إيرانيين اللي أقرق السعودية بالدرجة الأولى والإمارات بالدرجة الثانية، والتقارب مع الجماعات الإسلامية اللي أقلق الإمارات ومصر بالدرجة الأولى والسعودية بالدرجة الثانية. وعلى هذا الأساس سعت الإمارات زي باقي دول الخليج لكن بدرجة أكبر من أن هي تزود قدراتها في الاعتماد على نفسها عسكريا. وده وبالمناسبة هي قدراتها هي طبعا واحدة من أكثر دول العالم اقتناء للسلاح، لكنها أيضا واحدة من الدول الخليجية أو من الدول الصغيرة العدد محدودة المساحة اللي بتحظى بإعجاب الأمريكان، اللي سموها سبارتا الصغيرة أو ليتل سبارتا، لأنها مش بس بتشتري السلاح ولكن أثبتت قدرة على استيعابه والقدرة على استخدامه، وده ادها ثقة أكتر في يعني سياساتها الخارجية. أنا بقول الكلام ده عشان أقول لكم ليه هي كمان حريصة جدا إن هي مع رغبتها في إن هي تقيم تحالف قوي جدا مع الولايات المتحدة بالدرجة الأولى والثانية والثالثة، لكن كمان يكون عندها مساحة للدفاع عن نفسها بإمكانياتها الخاصة. علشان كده هي بتسعى مثلا لإقامة قاعدة عسكرية في إريتريا، هي بتسعى إلى تواجد بناء قدرات للأسطول الإماراتي بحيث إن هي تؤمن مضيق باب المندب الشريان الرئيسي إلى تجارتها يعني، أو أحد الشرايين الأساسية باعتبار أن مضيق هرمز ده مسؤول عنه إيران، وإذا حصل خلل أكيد هتتولاه الولايات المتحدة بالدرجة الأولى. أن هي تكون آمنة ضد أنشطة القرصنة، تكون آمنة ضد التدخلات الإيرانية، تكون آمنة ضد أي فوضى ممكن أن تحدثها وجود الجماعات المتشددة وعلى رأسها القاعدة. واختم بس بالسؤال اللي بعته صديقنا اللي هو يعني تعبت وأنا أصح لكم الإملاء، هو كاتب اسمه كده: أستاذنا الفاضل، نحتاج منك تحليل يوضح الدور فيما يتعلق بالدور الإمارات المحتلة في اليمن وطعن السعودية الجارة الكبرى في ظهرها إلى آخر الكلام اللي اشتبك معه حوالي 19 صديق آخر. يعني طبعا واضح جدا أن الرسالة بتصنف الإمارات على أن لها دور مريب وغير أخلاقي في اليمن. طبعا رأيك احترمه، كل الاحترام وكل التقدير، بس معنى كده ان انت بتشوف ان دور السعودية اخلاقي، بتصنف الدول على انها لها دور اخلاقي ودور غير اخلاقي. الناس اللي بتشتغل في مهتمة بالعلاقات الدولية ما تقدرش تصنف الامور بهذا الشكل. الامارات والسعودية ومصر وامريكا وروسيا وكل دول العالم، كل واحد بيقعد على الترابيزة لتأمين مصالحه، البعد الاخلاقي محدود جدا. فانت ممكن تختلف مصالحك مع الإمارات، طبعا ده محل احترام، يمكن أن تعتبر من موقع ما أن الإمارات دولة محتلة أو أن السعودية دولة باغية أو دولة صديقة، ده يتوقف على أنت بتقف فين في المعادلة. لكن في النهاية الإمارات بتدافع عن مصالحها زي ما السعودية بتدافع عن مصالحها، وفي موقف معين ده يكون موقف محمود من البعض وموقف مذموم من البعض الآخر. والمسألة في العلاقات الدولية للأسف المصالح أو الأبعاد الأخلاقية محدودة جدا. أشكركم وإلى لقاء آخر إن شاء الله.